هو في شريف عرفه طبعا الراجل بدون اسم بدون القاب يعني حاجه هايله طبعا. وانا عملت معاه اللي هو اكس لارج اللي هو طبعا الراجل اللي بقى لزه بحبه قوي يعني. انا بحب القصايد اللي كان بيرسي بيها الناس. يا ساتر. كانت في واحده ماتت كانت اسمها يا مدام كوثر. يا مدام كوثر يا مدام كوثر. هو مين اللي كان بيكتب الكلام ده؟ والله ايمن اللي كان كاتبه. ايمن بهجت قمر. هو اللي كان كاتب الكلام. هو دمه خفيف. هو ايمن دمه خفيف طبعا. بس يا مدام كوثر يا مدام كوثر دي كنت هموت. من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات. وربنا كان موفق برضه يعني. هنا ربنا كنت في 2011 سنه ما يعلم بيها الا ربنا. ما انتوا جبتوا ايرادات غير طبيعيه في وقت ما كانش ينفع يبقى فيه ايرادات اصلا خالص. فانت 43 مليون جنيه ما شاء الله. كان من اعلى الافلام اللي حققت ايرادات في تاريخ السينما اصلا. انا حماده هلال قال لي جمله مره، قال لي يا استاذ ابراهيم انا نازل بفيلم في السينما اللي قدامك وانت تفاجئني بانك بقى 5 ايام تشغل السينما، هوب ورحت نازل سينما مع احمد حلمي. بقت الناس تقول الله وابراهيم ناصر هنا وروحوا داخلين. ابراهيم ناصر هنا وروحوا داخلين. قال لي خربت بيتنا، احنا قفلنا وانتوا اشتغلتوا ربنا يرزقكم وبتاع. قلت له يا حبيبي دي ارزاق بيد ربنا وانا بهزر معاه وبطبطب عليه وبتاع والجو ده. فقال لي لا ده انتوا عاملين عمل جامد. وانا دخلت اتفرجت قعد يثني عليك ثناء جامد قوي. علينا؟ لا عليا يعني. طبعا على حضرتك. فاتكلم كلام جميل 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 جميل. حماده هلال ده اكن له كل حب واحترام لانه راجل جميل، راجل نظيف، راجل محترم، راجل محترم.